فالحاصل أن الشيخ ابن بركة تعلم هنا في ذا المسجد، مسجد اللي على البحر، ويقال له أيضا مسجد القصار، كان من أسمائه القديمة القصار. وجلس هنا ودور حق طلاب يعلمهم ما حصل الشيخ ابن بركة، وعاش دهرا، ثم انتقل وحمل نفسه تماما وراح إلى أن استقر في بهلة، وأنشأ له مدرسة هناك، مدرسة هناك معروفة إلى الآن، في هي بعد الآن تل من رمل للأسف الشديد، هي أول مدرسة داخلية في العالم الإسلام، أول يعني قبل الأزهر وقبل الزيتون وقبل ديوبند وقبل مدارس ذي. وأمه فيها طلاب العلم من الشرق والغرب، وعلامة إمام كبير له مؤلفات ورسائل